هذا هو مسجد سيدنا عثمان بن عفان. والآن أصبح معقل لشبيحة الأسد، وأمكن التواجد القناصين الذين يقنصون المدنيين في عاصمة الشام. الله أكبر، هذا هو مكان تواجد القناص داخل مسجد سيدنا عثمان بن عفان في مدينة معظمية الشام. وهذا هو علم العصابة المجرمة الحاقدة فوق سطح المسجد. منذ متى ويرفع علم الدولة فوق المساجد؟ وهذه هي دبابات ومدافع العصابة المجرمة في أحد معاقل الفرقة الرابعة. الله أكبر.